ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني مشاهدينا الكرام في فقرة تانية من فقرات برنامجنا. ولكن الشخص اللي معانا النهاردة أو ضيفنا الجميل اللي منورنا النهاردة مش غريب عليكم، والناس اللي متابعة البرنامج شافته معانا في حلقة قبل كده. كان شاب مصري صغير في السن عامل مشروع رائع رائع رائع، وهفضل طول عمري أدعم شركة تارجت وان بجميع منتجاتها، لأن هو حقق جودة المنتج ونظافة الصنعة، خصوصا أنه بيعمل منتج غذائي كواليتي بتاعته عالية جدا وما بستغناش عنه في البيت عندي. خلينا نرحب بالشاب الجميل اللي معانا النهاردة، أحمد، رئيس شركة تارجت وان ومدير رئيسي ليها، ويحكي لنا عن مشروعه للناس اللي ما شافوش الحلقة اللي فاتت معانا. صباح الغير يا أحمد. صباح الفل، عامل إيه؟ الأخبار؟ الحمد لله تمام. أحمد، أنا ساعات كده ما باجي اقول احمد مدير شركه تارجت وان، تمام، ما شاء الله ما شاء الله، شكلك صغير في السن، تمام، وان انا اقول صاحب شركه كبيره بالحجم بتاعها الكبير ده، يعني محتاجه اعرف خبرتك وتجربتك، وفي نفس الوقت عايزاك تكلمنا عن الشركه بتاعتك للناس اللي ما تابعتش الحلقه اللي فاتت او ما اتفرجوش عليها. وفي البدايه الحمد لله الواحد كان شغال في مجال المبيعات، وفاهم شويه دراسه السوق المصري عامله ازاي، وفاهم شويه احتياجات السوق المصري وكده. فالحمد لله بدأنا ناخد وكالة من مستوردين ومن مصانع يعني وكده بره مصر. فطبعا جت بنبذة كده صغيرة يعني عن الشركة، جت وقت الكورونا طبعا الدنيا قفلت، فبدأنا نتجه للتصنيع المحلي. أيوة. فطبعا التصنيع المحلي ده يعني مبادرة الدولة، التصنيع المحلي والصنع في مصر والتشجيع المنتج المحلي يعني وكده. أيوة. بعد كده خدنا الشيفات اللي هي كانت شغاله في مجموعه المطاعم اللي قفلت ايام الكورونا، فبدانا من خلالها نعمل المنتج اللي هو المصري ده. كنا بنورده يعني، كنا بنعمله جوه المطاعم، فبدانا نورده بقى للمحلات والهايبرات وكده. بتعمله عن طريق شيفات وتعمل اللي هو ديلي ساسز اللي هي تعمل عملنا سنتر كيتشن. وبدانا نعمل يعني جمعنا خمس منتجات وبعد كده 10 منتجات، وبعد كده الحمد لله دلوقتي عندنا 30 صنف. 30 صنف الحمد لله. الحلقه اللي فاتت انت كنت قايل لي 15، زودت 15. زود. ما شاء الله. ما شاء الله. ده بقى يا احمد اللي انا عايزاك تكلمني فيه. انت ما شاء الله يعني عامل، طب في كذا حاجه عندك، بس احنا مش حابين نتكلم عنها دلوقتي، يعني كذا شق في الشركه عندك، بس خلينا نتكلم عن المنتج ده. انت في فتره قليله زودت منتجات تانية او انواع تانية من الصوصات، تمام؟ طيب انت كاحمد بقى، تجربتك كشاب بدأ مشروع في وقت كورونا، وقت حرج جدا، ما شاء الله سنك صغير، في سنك ما بيكونش عايز ياخد ريسك، استفدت من خبرتك في المبيعات. عايزاك تكلمني يا احمد، ايه اللي ممكن تديه للشباب كسر صنعة، سر صنعة احمد؟ لو واحد في سنك بيتفرج عليك تنصح بايه؟ ايه الحاجات اللي ياخد باله منها؟ الحاجات اللي ياخد باله منها يعني مش الفلوس، مش كل حاجه طبعا، اهم حاجه طبعا اللي هو يكون يعني في بدايه الشغل المبيعات يكون عنده علاقات، يكون علاقات كويسه مع مديرين المشتريات، يكون علاقات كويسه في السوق المصري في المجال بتاعه، في المجال بتاعه دي اهم حاجه، العلاقات رقم واحد. أوكي. انا بداتها من الصفر، يعتبر ما يعني يعتبر ما كانش معايا موارد ماليه كفايه. اوكي. يعني ما كانش معاك راس مال الكافي اللي تبدا تنتج بيه الكميه، بس بدات بعلاقات بقى يعني. بدات اخد شغل من ناس والمصانع بالاجل، وبدات اتعرف على ناس جديده فبدات تثق فيا. طبعا بدات ازود المنتجات وبدات ازود العلاقات مع المصانع والمحلات، فالدنيا طبعا الحمد لله بقت ماشيه بصفه مستمره يعني الحمد لله. طيب يا احمد، في حاجه عايزه اقول لك عليها. يعني احنا دلوقتي لو بنقدم نصيحه لشاب هيبدا مشروع، في ناس تقول لك مثلا طب انا واحد مش عندي علاقات، ده مش سبب يخليه ما يبداش، تمام؟ ممكن هو يبدا ويحاول يشوف انت هتبدا في ايه، يعني تمام. برضو انت تراجعني في الكلام اللي انا هقوله، تمام. مثلا انا هعمل دلوقتي منتج اكل او منتج غذائي، تمام. فهبدا اشوف ايه الحاجات اللي ممكن اتعاون معاها واروح بنفسي اقدم الفكره بتاعتي واشوف ايه نظام التعاقد ما بيننا هيمشي ازاي. مصنع وبتاخد بالاجل منه، بالاجل ده بمعنى ان انت بتاخد المنتج وبعد ما بتبيع، ايوه، وبعد كده ما بتبيع بتقوم جاي دافع الفلوس المبلغ. دي بترجع بقى للثقه على حسب بقى التعود ما بيني وما بين المصنع، او حسب تعود ما بيني وبين المورد. مظبوط. دي بترجع بقى للثقه بقى دايما على طول، فبيبدا يديني شغل اجل بقى بيطول يعني، ساعات بيبقى اجل بيوصل ل 45 يوم ل 30 يوم على حسب على حسب ما انا بورد للعملاء باجل قد ايه. فدي بتبقى بتظبط شويه يعني. كويس جدا. وبيقدر ان هو يبيع، اصل في ناس ممكن تعمل منتج وتقول لك انا ما بعرفش ابيع، طب ده يعمل ازاي هو مش معاه راس مال؟ يعني ما بعرفش اسوق،
تمام. انت هو... قلت انا ممكن اخد البضاعه بالاجل، تمام. هل في حاجه تانية بديله للبيع والانتشار؟ هو طبعا هو مثلا لو عنده يعني مثلا موارد ماليه، خلينا نقول مثلا لو هو ما بيعرفش يبيع او ما عندوش علاقات مثلا او كده، بيبدا يعين ناس برضو متخصصة في المجال ده، أوكي. بيقدر يخلي يشتغل معاه بالنسبة، حتى مش شرط سالري كبير ثابت أو كده. كنت لسه أقولك في مرتب وهو مش معاه رأس مال، ممكن يشتغل بالنسبة برضو. طيب واحدة واحدة، وبعد كده يبدأ يعينه بقى بمرتب ثابت ويقول لكم مش محترم يعني وكده. بس أهم حاجة اللي هو يبدأ، وأهم حاجة اللي هو ياخد الخطوة، وإن شاء الله ربنا يكرمه يعني. أكيد. طيب شفت يا أحمد، موجود دلوقتي في الفترة الحالية إن في ناس بتاخد قروض لتمويل المشروع، تمام. وفي ناس كان بيبقى ليها تجارب مع مستثمرين، تمام. تمام. أنت قلت لي والله أنا موضوع القروض ده مش شايفه إن هو حاجة مهمة، أو مش صح إن شاب في بداية حياته يبدأ بيه. محتاجة أعرف منك برضو إيه كخبرتك كأحمد، إيه الحاجة اللي ممكن ياخد اللي رايح ياخد كارد ده يمشي وياخد كارد، اللي رايح لمستثمر هياخد منه نسبة أكبر من الأرباح يروح يعمل كده؟ وفي البداية خلينا أتكلم شوية عن يعني أخد حضرتك لخطوة يعني قبل كده بالنسبة للصنعة والصناعة بشكل عام. أوكي. طبعا في البداية أحب أشكر طبعا حضرتك والقائمين على البرنامج بتشجيع طبعا الشركات الناشئة والشركات اللي لسه بدأوا ستارت أب دي. طبعا إحنا عايزين برامج أكتر من كده، عايزين سبورت طبعا من الدولة بسبب يعني الناس تبدأ تاخد خطوات. لا ما كده هيفكروني بقى إن أنا جاي لك تقول الكلام ده، محتاجين طبعا يعني برامج أكتر. وأنا طبعا احنا بنشكر حضرتك اللي انت حضرتك واقفه مع الشركات دي وبتقدري تدعميهم بشكل كويس جدا يعني. انا بتكلم على سر الصنعه، خلينا نفرق ما بين ثلاث حاجات علشان في ناس بتتلخبط منهم، ثلاث شخصيات. أوكي. بالنسبه للتاجر ورجل الاعمال ورائد الاعمال، التاجر هو مثلا لو هناخد كيس الصوص ده مثلا، التاجر بيشتريه بخمسة جنيه بيبيعه بستة جنيه بدون اي مجهود. بالنسبه لرجل الاعمال هو بياخد الكيس الصوص بيحط عليه الباكنج بتاعه بيحط عليه اللوجو وبيبيعه ب10 جنيه يعني فرق كويس. بالنسبه لرائد الاعمال هو مصنع، هو مبتكر، هو بيبدا ياخد كيس الصوص يحط عليه اضافات، يحط عليه صوصات تانية، يقدر يكون كذا منتج وكذا صوص بيبدا يبيعه ب 30 جنيه و40 جنيه. فاذا التصنيع هو بغير الاستفاده الماليه طبعا بتوفري فرص عماله للشباب موجوده، اكيد. وبتقدري تصنعي اكتر من حاجه بناء برضو على متطلبات السوق واحتياج السوق المصري طبعا. أوكي. مش اي حاجه وخلاص. اوكي. فبالنسبه بقى نرجع لرائد الاعمال والمستثمرين يعني وكده. انا بتكلم المستثمر هو جزء من البراند، لكن رائد الاعمال او المصنع هو البراند نفسه. فانا بنصح الناس اللي هي بالنسبه للمصنع او بالنسبه لصاحب مشروع ما يقعش في فخ طمع المستثمر اللي هو مثلا محتاج، علشان طبعا رائد الاعمال معهوش مثلا سيوله كافيه فيروح المستثمر طبعا كل ما يملك هو الموارد الماليه يعني. أوكي. يعتبر الريسك بتاعه اقل، المخاطره بتاعته اقل، وهو داخل نفسه اصلا اوريدي في كذا مشروع فهو مش محتاج قوي لرائد الاعمال. لكن رائد الاعمال هو محتاج بوش بس شويه اللي هو يكمل الخطوات دي. انا شايف اللي هو ممكن يكملها ستيب باي ستيب مع نفسه احسن، وياخد خطوات مدروسه على حسب طبعا احتياج السوق المصري، افضل بكتير من اللي هو يتعاون مع مستثمر يعني يشاركه بنسبه اكبر او تتخطى 50%. يعني انا في برامج ظهرت الفتره الاخيره بشوف بعض من المستثمرين بلاقيهم طبعا بياخدوا نسب يعني عاليه جدا كبيره من الارباح، كبيره جدا جدا، وبياخدوا حق الاداره مع ان المصنع هو صاحب الفكره اصلا، والمصنع هو اللي يعتبر هو اللي صاحب كل حاجه وهو الليدر يعني في الموضوع ده. فبالنسبه للمستثمر يعني انا شايف اللي هو ياخد الخطوات بصفه يعني بصفه مستمره ومدروسه احسن اللي هو ما يتجه للقروض والمستثمرين. كلام جميل جدا، وعن تجربة انت ديت يعني خلاصة او عصارة تجربتك لأي حد بيسمعك دلوقتي بالزبط. اعتقد ان هو استفاد. احمد انت دايما منورنا ودايما يخليك. مشرفنا ودايما مبسوطة بمنتجات بتاعتك، مبسوطة قوي بالتطور اللي انت عملته. احنا عملنا يعني حجم اصغر 200 جرام، ايوة ده كده افضل، علشان اصلا كنا بنفتح الباكر بنحتاج ان احنا نحط في حاجة تانية عشان كمية كبيرة. احنا عملنا 200 جرام بناء على برضو طلب العميل. احنا دايما ماشيين على طلب العميل واحتياج السوق. حتى الصوصات اللي احنا بنعملها الجديدة دي بتشوف السوق عايز ايه والعميل عايز ايه وتبدأ تطور في نفسك. بالزبط. برافو يا احمد، برافو. فعملت الكمية الاقل عشان تبقى اقل في السعر واقل في الكمية، اخاطب الفئة الـ A والـ B والـ C يعني يعتبر جميع الفئات.
والله يا احمد انت يعني مثال ناجح قوي من الشباب، انا دايما بفتخر بوجودك معايا، مبسوطه بوجودك معايا ربنا النهارده في يخليك، ده حلقتنا، شرف ليا طبعا. بتمنى لك التوفيق ربنا وان شاء الله يخليك، ان شاء الله دايما في تطور ونجاح يا احمد، ربنا نورتني. يخليك، ده شرف ليا. وبحب اشكر حضرتك جدا جدا شكرا برضو يا المره احمد، التانية على دعمك للمشاريع ودعمك لينا. شكرا يا احمد، دايما ربنا منورني يخليك، ومشرفني. ربنا شكرا يا يخليك. احمد. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، انتظرونا.